أسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وصلوا إلى رام الله. هناك تجمع كبير في دوار الساعة في وسط رام الله بانتظار وصول الأسرى الفلسطينيين الذين الآن هم متواجدون على متن الحافلة التي أقلتهم بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر، حيث تم نقل بعض الأسرى من سجنين في الشمال، نتحدث عن سجن مجدو والدمون، وأيضا منهم من كان في سجن عوفر تم نقلهم ببساطة إلى سجن عوفر، والبعض تم أيضا الإفراج عنه من داخل سجن عوفر مباشرة. هؤلاء الأسرى الفلسطينيون هم يأتون ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى الذي جرى بين حماس وإسرائيل. الأسرى الفلسطينيون إذن في طريقهم إلى رام الله وصلوا، وبعد أن أفرج عنهم وسط تجمع للفلسطينيين في ساحة دوار الساعة في رام الله حيث هم بانتظارهم. هناك مظاهر احتفالية في مدينة رام الله وخصوصا عند دوار الساعة وسط رام الله. هذه إذن حافلة الصليب الأحمر، وطبعا الصليب الأحمر هو الذي تكفل بمهمة تأمين تسلم واستلام سواء من داخل قطاع غزة بالنسبة للمحتجزين الإسرائيليين، وأيضا بالنسبة للأسرى الفلسطينيين الذين كانوا في السجون الإسرائيلية. هذه قافلة، هذه بص الصليب الأحمر ينقلهم باتجاه رام الله. إذن هذه هي المشاهد الآن. غدا سيكون اليوم الأخير من الهدنة التي أبرمت بين الجانبين بين حماس وإسرائيل بعد 49 يوما من الحرب ومن الأسابيع والأيام المتواصلة من القصف والاستهدافات من قبل إسرائيل باتجاه قطاع غزة. كانت كتائب القسام ترد برشقات صاروخية إما باتجاه غلاف غزة القريب من القطاع أو حتى برشقات صاروخية كانت تصل إلى تل أبيب ومحيط تل أبيب، في الوقت الذي كانت أيضا الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان مشتعلة. الآن عاد الهدوء وإن حصلت بعض الخروقات خصوصا في غزة اليوم. أمس أيضا رصد تحليق للطيران الإسرائيلي، طيران استطلاع وتجسس كما وصفه شهود عيان في سماء غزة. أيضا حصل تأخير وتأجيل لعملية الاستلام والتسليم ولكن نجحت بنهاية المطاف. اليوم هذه هي الدفعة الثالثة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بموجب الاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل وحماس.